لأنه عملية تهديم لمنتخب وللاعبين لا أحد يمكن يشكك في قدراتهم الفنية ولا في ولائهم ما دام أنه جاي يلعب في المنتخب فهو أهل لذلك. ومع ذلك المنتخب ذلك المنتخب وهؤلاء اللاعبين تعرضوا لحملات تشويه وتهديم كانت مقصودة أثرت على اللاعبين لدرجة وين لم يعد يرغب هؤلاء اللاعبون في الالتحاق بالمنتخب الجزائري، إلى أن جاء بالماضي أعطاه هوية لاعب، رجع روح، رجع ثقة للاعبين في أنفسهم، عمل ثقة بينه وبينهم، حمى المنتخب الجزائري من أي تدخلات خارجية بما في ذلك من الاتحاد الجزائري، وأنا أشهد بأنه لم يسمح بتدخل حتى الاتحاد الجزائري في صلاحياته، وهذه كانت من شروطه، وتمكن في ظرف وجيز بأن يقلب الموازين ويرجع البسمة لوجوه الجزائريين ويقلب الهزيمة إلى انتصار. فضل كبير يرجع له. نعم، كيفاش تشوف الأخ حفيظ الحظوظ نتاع الفريق الوطني في النهائيات تاع كأس العالم؟ لا، نحن لم نصل بعد إلى النهائيات، حظوظه في التصفيات قائمة لأنه هو بطل إفريقيا. أنا أفكر في المباريات الفاصلة أكثر من مباريات المجموعات، لأنه في المباريات الفاصلة ستجد مصر، تجد المغرب، تجد تونس، تجد الجزائر، تجد الكاميرون، تجد نيجيريا، تجد السنغال، تجد مالي، تجد هاي المنتخبات تقريبا العشرة اللي ممكن تجدها. كل شيء متوقف على المنتخب الذي سنلتقي به في المباراة الفاصلة، كل شيء متوقف أيضا بترتيبنا مع العشرة اللي يتأهلوا للمباريات الفاصلة. إذا كنا مع الخمسة الأوائل نلعب مباراة العودة في بلدنا والذهاب خارج بلدنا، فهذه جزئيات وتفاصيل مهمة جدا. وبعدين إذا تلعب ضد مصر راح تكون صعبة، إذا تلعب ضد المغرب راح تكون صعبة، إذا تلعب ضد تونس راح تكون صعبة، إذا تلعب ضد نيجيريا والسنغال راح تكون صعبة. فكل شيء متوقف على قرعة المباريات الفاصلة بالدرجة، لكن عندنا حظوظ. نعم.